مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، اليوم الحصة 28/9 والحصة رقم 2 في الوحدة الثانية، أو الدرس الأول من الوحدة الثانية 2.1 اللي هي الدوال وخصائصها. هدفنا اليوم يا شباب أن نميز إن كانت الدالة متصلة أم لا، وأن يميز الطالب ويعرف حالات عدم الاتصال. إذن عندي هدفين إن شاء الله بحققهم. مجرد ما شفنا الدالة نعرف هل هي متصلة عن نقطة معينة أم لا، أو والنقطة الثانية إذا لم تكن متصلة نحدد نوع عدم الاتصال. اتصال الدالة هندسيا مقصود فيه تكون الدالة متصلة يا شباب عند نقطة إذا لم يكن في تمثيلها البياني انفصال عند هذه النقطة، كما حنشوف في المثال أو التوضيح الآتي. لدي ثلاث أنواع أو ثلاث دوال مرسومة. نشوف الدالة الأولى، لاحظوا هذه الدالة الأولى ومشينا فيها بالسهم، هل في أي انفصال عند هذه الدالة؟ بنلاحظ أن الدالة لا يوجد فيها أي انفصال، وعشان نميز إذا هذه الدالة بنقول عنها متصلة عند جميع النقط. لكن الدالة الثانية عند الاي في فجوة، يعني الدالة كانت ماشية صح، بعدين فصلت هون وبعدين كملت، إذا في انفصال، إذا بقول هاي الدالة غير متصلة عند النقطة اي. طيب القسمة الثالثة، الدالة كانت ماشية حالها لحد عند الاي وصارت انفصلت، وبالتالي الدالة غير متصلة عند النقطة A. الفرق بين هذا الشكل وهذا الشكل انه عند الـ A الدالة معرفة، يعني عندي نقطة مغمقة لها قيمة، لكن هون عند الـ A ما مش موجودة. طبعا احنا بالنسبة للاتصال ما بيأثر عنا، لكن هاي في موضوع آخر ممكن يكون. الدالة الأولى إذا هي نرجع لعدم اتصال، هذا بنسميه عدم اتصال نقطي لأنه بس فقط غير متصل عند نقطة واحدة. أيضا هاي أيضا غير متصلة عند نقطة واحدة، وبالتالي يسمى عدم اتصال نقطي. طيب يمكن إزالة عدم اتصال قابل للإزالة، يعني ممكن لو هاي النقطة نزلتها لعند في المكان تبعها بصير دالة متصلة. أيضا ممكن أنا ألف قيمة لي عند الـ A وبالتالي يصير عندي قابل، إذا هو اسمه عدم اتصال قابل للإزالة، يعني ممكن أزيل عدم الاتصال، يعني عدم الاتصال ممكن يزال بإني أعبي هاي الفراغ أو أعبي هذا الفراغ، أما هاي الدالة فهي متصلة لأن ما في يوجد أي اتصال فيها. نكمل ب شكل آخر. إذا عندي شكلين لكن تمثيلين بيانيين مختلفات تماما. هذا التمثيل البياني مشت الدالة عند الـ A فصلت وبعدين ما كملت زي السؤال زي المثال السابق، كملت هون لا فصلت في جمب، صار في عندي قفز. إذا لحد هاي يعني كانت عند الزيرو وبعدين أصبحت عند مثلا 2 أو 3 وبعدين كملت. إذا هل الدالة متصلة عند الـ A؟ أيوة أحمد، لا طبعا، لا أستاذ مش متصلة أكيد، أحسنت. طيب هذا عدم الاتصال، لو عبيت الفراغ هذا ممكن يصير الدالة متصلة؟ لا والله ما بصير. إذا هي عدم اتصال لا يمكن إزالته، وبالتالي في عندي هون قفز أصبحت، وبالتالي يسمى عدم اتصال قفزي. إذا الدالة غير متصلة عند النقطة X بيساوي A، أيضا هون غير متصلة عند الـ A، هاي بنسميها عدم اتصال قفزي وعدم اتصال غير قابل للإزالة. بينما الشكل الأخير هون يا شباب هي عدم عند الـ A فصلت، لكن فصلت ب
جزء من الدالة إلى بذهب إلى موجب ما لا نهاية، والجزء الآخر اللي قبل الإيه بذهب إلى سالب ما لا نهاية، وبالتالي هاي بنسميه عدم اتصال لا نهائي، عدم اتصال نهائي، ولا يمكن غير قابل للإزالة. إذا لو لخصنا شفنا 5 أشكال، الشكل الأول كان دالة متصلة، الشكل الثاني والثالث كان لو رجعنا للوحة السابقة غير متصلة عند نقطة معينة وكان يمكن إزالة هذا الاتصال، أما في اللوحة الثانية هذا الدالة في قفز، هاي الدالة في بروح إلى موجب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية. ناقش مثال 5 صفحة 57، مطلوب من احنا نحدد نقاط عدم الاتصال إن وجد. حدد ما إذا كانت كل منحنى يمثل دالة غير متصلة عند X بيساوي A، وحدد نوع عدم الاتصال. يعني احنا عدم الاتصال عندي 3 أنواع، اتصال عدم اتصال نقطي، وعدم اتصال قفزي، وعدم اتصال لا نهائي. إذا هاي شكل، والشكل الآخر الرسمة الثانية والرسمة الثالثة. لو بدأنا بالA يا شباب، عند الاثنين شو بتلاحظوا؟ الدالة اللي بدي اياها عند اثنين، الدالة عند لما اكس بيساوي 2، هل الشكل متواصل ولا انفصل؟ ايوه جاسم، مفصول يا استاذ. اذا الدالة متصلة ولا غير متصلة؟ لا غير متصلة. طيب هل مربوطين مع بعض بس في نقطة فاضية؟ لا، هاي واحد بتروح الى موجب ما لا نهاية والثاني بتروح الى سالب ما لا نهاية. اذا شو تعليقنا الى اذا هو غير متصلة و عدم اتصال لا نهائي. طيب علي، بالنسبة لهذه الدالة تحرك مع السهم عند الاثنين في فاصل ولا متواصلة الدالة؟ لا واضح أستاذ متواصلة، إذا الدالة متصلة عند جميع قيم إكس، يعني متصلة عند إكس بيساوي 2. طيب عند الاثنين هون يا شباب مين اللي بده يجاوبني؟ من سعد؟ سعد. في عند الاثنين مفصول، يعني مع الخط عندي مفصول قسم قبل الاثنين وقسم بعد، يعني بعد قبل 4 وبعد 4، يعني هون في فجوة. إذا الدالة متصلة ولا غير متصلة؟ لا غير متصلة. تمام. طيب هل يمكن طبعا نوع عدم الاتصال بس في نقطة واحدة، في نقطة واحدة اللي هي عند الاثنين، وبالتالي بنسميه عدم اتصال نقطي ويمكن ازالته. يلا شباب هلا بتوقف الفيديو وبتحاول تحل سؤال 12 صفحه 67. معطيني داله جي اكس بتساوي 3 على اكس، وهي التمثيل البياني تبعها، يعني انت بهمك تمثيل بياني، الداله غير متصله عن اكس بتساوي 0، وهو عدم اتصال واضح لا نهائي. الدالة الثانية برضو رسمتها عنا بالشكل هذا الشكل، من سالب ما إلى غاية عند السالب 1 هون، ومن 1 إلى موجب ما لا نهائي عندي فاصل عند 0، وبالتالي الدالة غير متصلة عند 0، وهو اتصال قفزي، قفز من ماينس 1 إلى موجب 1. الشكل الثالث اكس كيوب زائد اكس على اكس، هاي رسمتها فقط عند الزيرو في نقطة، يعني الشكل متواصل ما عدا عند الزيرو. اذا الدالة غير متصلة عند اكس بيساوي 0 وعدم اتصال نقطي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم، والى اللقاء في الحصة القادمة. بالتوفيق يا شباب، ربنا يحميكم ويوفقكم.